إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، وكذلك الشكر الذي هو نصيب الصبر في الإيمان الذي لا يخفى، وقد كثرت الكتابات فيهما في الصبر والشكر فاستفاضت. ونحن مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وأودة الصابرين وزخيرة الشاكرين، والذي كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه. وما زلنا مع يعني مقدمات بين يدي الكتاب، وما زال المقدمة اليوم مع المقدمة التاسعة والعشرون بين كتاب عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين من الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله رضي الله عنه. فيقول الإمام رضي الله عنه وارضاه، وهو يتكلم على الفتنة، فتنة هو تكلم عن فتنة الشهوات، وتكلم بعد أن بيّن أن الفتنة فتنتان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فيتكلم عن الفتنة بعشق الصور، الفتنة بعشق الصور، التي تنافي أن يكون دين العبد كله لله، التي تنافي أن يكون دين العبد كله لله، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق، عشق الصور يا إخواني. وربما أخرج صاحبه أن يبقى معه شيء من الدين، أن يبقى معه شيء من الدين، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله، فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة إخواني الكرام يعني قد فسرت بالشرك، فما حصلت به فتنة القلوب
فهي إما شرك وإما من أسباب الشرك، إما شرك وإما من أسباب الشرك، إما شرك وإما من أسباب الشرك. واضح؟ فواضح. وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. الفتنة جنس تحتها أنواع من الشبهات والشهوات. وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. من أعظم، لازم ننتبه يا إخوة في تلك المسألة، لأن عدم التدقيق وعدم الانتباه يفتح أبواب شر عظيمة جدا على القلب، والعبد لا يدري. العبد يجني النتائج ثم يبحث عن أسباب النتائج وهو لا يدري، لأنه لم ينتبه لها في البداية، لم ينتبه لها في البداية، فكانت النتيجة يعني المجافاة لدين الله عز وجل، وأحيانا تصل إلى أبعد الحدود، وتصل إلى الكفر، يعني واضح، إلى النفاق، والعبد لا يدري إيه ما هو السبب. على الأقل الغفلة الكاملة عن دين الله، عن القرآن، عن الذكر، عن القيام، عن الصيام، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحساس بالمنكر نفسه، يعني اللي هي كراهية، يعني العبد ممكن يمتنع المعصية ولكن لم يمتنع امتناع كامل، لأن ما دال فيه حب في القلب للمعصية، حب في القلب للمعصية. فيقول فالفتنة يعني وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. من أعظم، يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. وده أمر احنا بنمارسه في حياتنا، يعني انت تسيب المعصية بس انت ايه لو سمعتها، واحد ما بيسمعش أغاني بس لو سمع الأغاني بيحصل عنده طرب، بيحصل عنده فرح، بيحصل عنده سرور، وهو مش فاهم إيه، مش فاهم ليه كده. واضح؟ يعني يشوف النساء، يعني النساء يا إخواني التي لا يجوز أن ينظر إليها، يعني فإذا نظر نظرة يعني يتمنى أن ينظر الثانية ويمني نفسه، وربما ينظر وربما يدمن، يعني واضح إخواني. فهو لم يتخلص أساسا من المسألة، هو لم يتخلص من المسألة الأساسية، ودي نقطة يعني محتاجة يعني إعادة نظر يا إخوان الكرام، محتاجة إعادة نظر، محتاجة إعادة نظر يا إخوان الكرام، يعني محتاجة إعادة نظر. فيقول الإمام وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى لموسى عليه السلام، يعني إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني واضح. وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن، وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن. قال الله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. نزلت في الجد ابن قيس، نزلت في الجد ابن قيس لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، لما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال له إخواني الكرام، قال له هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم السرارية والوصفاء؟ فقال جد إئذن لي في القعود، إئذن لي في القعود عنك، إئذن لي في القعود عنك،
ائذن لي في القعود عنك. وضع إخواني ائذن لي في القعود عنك، فإني مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر عليهن. فأنزل الله جل وعلا فأنزل الله جل وعلا الآية، واضح؟ فأنزل الله جل وعلا الآية. قال ابن زيد: يريد لا تفتني بصباحة وجوهن. وقال أبو العالية واضح، ذكره الواحدي في البسيط: لا تعرضني للفتنة. وقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، التوبة. قال قتادة: ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله والرغبة بنفسه عنه أعظم من ذلك يا إخوان الكرام، أعظم من ذلك. يعني فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء، هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن. والفتنة التي وقع فيها فتنة الشرك، هي فتنة الشرك يا إخواني الكرام، هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا، والعذاب في الآخرة. ولفظ الفتنة إخواني الكرام ولفظ الفتنة واضح ولفظ الفتنة واضح ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد به الامتحان، يعني ولفظ الفتنة يعني واضح ولفظ الفتنة ولفظ الفتنة هو ولفظ الفتنة في القرآن في كتاب الله تعالى واضح يقول رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد به الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان، يعني ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان. فمن الأول قوله تعالى لموسى: وفتناك فتونا،
وفتناك فتونا. ومن الثاني قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، على ما يتناول أمرين كقوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومنه قوله قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أي امتحانك وابتلاؤك أضل به يعني أضل بها من وقع فيها. وهدي بها من نجا منها، وتطلق الفتنة على أعم من ذلك كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم يعني فتنة. واضح يا إخواني؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واضح؟ واضح يا إخواني؟ قال مقاتل أي بلاء وشغل عن الآخرة. وقال ابن عباس فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى. وقال الزجاج أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به، وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله، ويقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى. ويشهد لهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما. نقطة ملحوظة مهمة جدا في المسألة ديت وعلاقة المسألة بالصبر، نقطة ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السابع، واضح؟ قال في صفحة 51 طبعة الأوقاف السعودية، يقول والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها أو يأتي بحسنات تمحوها أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لابد أن يكون كارها لها، فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم، ولكن محمد ابن نصر قال الفاسق يكرهها تدينا، عايز بقى يعني عايز يستنبط يعني، واضح؟ فيقال إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه، وهذا من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح يعني أيضا صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكره الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. سبحان الله. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، وهو الإيمان المطلق النقي إخواني الصافي، واضح؟ أي ليس وراء هذه الثلاثة ما هو من الإيمان ولا قدرة حبة خردل. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، يعني واضح ما يبقى بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراد أنه من لم يفعل ذلك لم يبقى معه إيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى، إنما يدل على المعنى الأول، إنما يدل يا إخواني على المعنى، إنما يدل على المعنى الأول، إنما يدل على المعنى الأول إخواني الكرام، إنما يدل على المعنى الأول، إنما يدل على المعنى، إنما يدل على المعنى الأول، إنما يدل على المعنى الأول أيها الإخوة الكرام، إنما يدل على المعنى الأول. هذا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه. يقول ونعود إلى كلام ابن القيم في ما زلنا مع المقدمة التاسعة والعشرون، يعني وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم واضح لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس أحد منكم إلا وهو مشتمل على فتنة إلا وهو مشتمل على فتنة. لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. ومنه قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهذا عام في جميع الخلق، يعني وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، يعني امتحن الله عز وجل بعضهم ببعض، واضح؟ امتحن بعضهم ببعض إخواني الكرام، يعني الله عز وجل امتحن بعضهم ببعض. وبدأ يعني في تفسير ذلك، يعني كيف امتحن بعضهم ببعض، يعني فامتحن الرسل بالمرسل إليهم، يعني ودعوتهم، يعني واضح إخواني ودعوتهم واضح إخواني ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم. هنا يأتي أهمية صبر
صبر الرسل او الداعين الى المدعوين، يعني واضح اخواني واضح، والصبر على اداهم وتحمل المشاق في تبليغ رسالات ربهم، وامتحن المرسل المرسلة اخواني، وامتحن المرسل بالرسل واضح، وهم يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. وامتحن العلماء بالجهال، وامتحن الله عز وجل إخوان الكرام، امتحن وامتحن العلماء وامتحن وامتحن العلماء إخواني وامتحن وامتحن العلماء بالجهال، يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم. يبقى هنا الرسل يصبرون، والمدعوين الذي أرسل إليهم يصبرون، والعلماء يصبرون، يعني واضح. وامتحن العلماء بالجهال، يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم، ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك. يعني وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، فهل يصبرون؟ وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته والنساء بالرجال وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، وامتحن الآمرين بالمعروف واضح بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفائهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا يعني وقالوا إخواني الكرام، هذا أمر يحتاج إلى إدراك وفهم ووعي يا إخواني الكرام، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ودي نقطة مهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الدعوة في هذا الزمان، يعني دايما ايه يقول لك لا ده الاخوة وحشين، لا ده على عمل، ده سوء، انت ممتحن به وهو ممتحن به، النتيجة ستصبر ام لا تصبر، ام انك ستغادر الكيان، يعني كما فعل كثير منا نسأل الله السلامة. يعني ايه يقول لك اصل عمل اصل سوء، طب ما ده انت ممتحن به وهو ممتحن بيك، النتيجة تصبر ولا يعني تفتن، النتيجة تصبر ولا تستمر، يعني متتابع متوالي، يعني مصر على الدعوة إلى الله عز وجل يا أخي الكريم. فهي نقطة مهمة جدا إحنا لابد أن ندركها. يعني قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني واضح، يعني نقطة مهمة جدا. ساعات انت بتفتكر انك احسن من اخوانك، يعني ده قبلي، ده قديم، ده جديد، واضح، ده اصغر مني، ما ايه المشكلة، ايه المشكلة، انت بتقوم بدورك اللي ربنا اختارك ليه، اي دور بقى، يعني واضح. فمهم جدا ان احنا ممتحنين جميعا ببعضنا البعض، يعني واضح اخواني.
ودي نقطة ضرورية نحن ندركها يا إخواني الكرام. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. واضح؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فإذا رأى الشريف الرئيس الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول، أو بقى أعلم منه مثلا، حيث يعني حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله، وقال أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. وممكن ما يقولش الكلام، بس يبقى الكلام ده موجود فين؟ في نفسه وفي قلبه يا أخي الكريم. وده خلل عظيم جدا لازم ننتبه له جميعا يا أخي الكريم، لابد أن ننتبه له جميعا. يعني واضح؟ فيعني واضح. قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام، يعني وهو عرف بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته فيما أمر، يعني تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر. أيها الإخوة الكرام، ونقطة مهمة جدا. يعني فكان الرجل إمام الزجاج قال: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه فيقيم على كفره، لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل. ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة، ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة، أن الفقير يقول: لما لم أكن مثل الغني؟ ويقول الضعيف: هل كنت مثل القوي؟ ويقول المبتلى: هل كنت مثل المعافى؟ وقال الكفار لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. أيها الإخوة الكرام، قال مقاتل: نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلال وخباب وصهيب وأبا ذر وابن مسعود وعمار، كان كفار قريش يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا من موالينا وأراذلنا. قال تعالى: إنه كان فريق من إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بما صبروا. ومهم جدا هذا الباب، هو فريد في نوعه، وحقيقي فريد في نوعه، لابد أن ننتبه. يعني هنا بقى نقطة، يعني أقاموا على الكفر وهم يعرفون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما أمر به، ولكن يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني نقطة مهمة جدا يا إخواني، يعني نقطة مهمة جدا، يعني واضح، يعني أنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني واضح.
أي أتصبرون على البلاء؟ يعني فقد عرفتم ما وجد الصابرون، ما وجد الصابرون. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم، شتت شملهم وفرق جمعهم، شتت شملهم وفرق شتت شملهم وفرق جمعهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا بلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.